إن من أشهر الوقائع التي تحكى وتروى فيما شجر بين الصحابة قصة الجمل والصفير. وقصة الجمل كانت مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها وطلحة والزبير، وكان المخالف لهم عليا رضي الله عنه وأرضاه. وقد استغل هذه الحادثة أهل البدع ورووا فيها روايات وحكوا فيها حكايات لا يصح شيء منها البتة، كما بيّن ذلك ابن العربي المالكي بيانا نافعا في كتاب العواصم القواصم، وبيّن أن هذا المروي لا يصح، وأن ما يحكى ليس له أسانيد. وغاية ما فيها أن عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة انحازوا في مكان كانوا يريدون أن يقتصوا من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما علي فكان غير موافق في هذا، لأنه يرى أنهم في ضعف لا يستطيعون مقاتلة قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاستغل هذه أهل البدع من الرافضة وغيرهم وحكوا فيها حكايات لا يصح شيء منها. والحدث الثاني ألا وهو حدث صفين، وخلاصة وقعة صفين أنها بين علي وأبي موسى ومن معهم ومعاوية وعمر بن العاص ومن معهم رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. وحكي فيها حكايات من أهل البدع وأهل الباطل لا يصح شيء منها، كما بيّن ذلك ابن العربي في كتابه العواصم والقواصم. وخلاصة هذا الحدث وهذه الواقعة أن معاوية ومن معه كان يرون البداءة بأخذ ثأر عثمان، بخلاف علي ومن معه كان لا يرون هذا الأمر، لأنهم كان يرون أنفسهم في ضعف لا يستطيعون القيام بهذا الواجب. فاستغل اجتماعهم أهل الباطل والدسيسة بينهم فتسببوا في نشب الحرب والقتال. ثم بعد ذلك رفع معاوية ومن معه رضي الله عنهم المصاحف يدعون إلى التحكيم في إيقاف هذا الحرب، فوافقهم علي ومن معه على ذلك، فحكموا صحابيين جليلين. أما معاوية فأرسل مندوبا عنه عمرو بن العاص، أما علي فأرسل مندوبا عنه أبا موسى، فحكموا تحكيما نتيجته أن يوقف القتال وأن تحقن دماء المسلمين. فلما وافقوا على ذلك حصل الحدث الكبير وهو خروج الخوارج، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذه خلاصة قصة صفين والجمل، واستغلها أهل الباطل ونفخوا فيها حتى استغلوها إما طعنا في علي ومن معه من الصحابة، أو طعنا في معاوية ومن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الكلام على هذه الروايات والموقف من هذه الفترة، اعلموا أن أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخوضوا هذه الفترة، كما ذكره الشعبي فيما صح عنه في كتاب السنة للخلال، قال لم يخضها ولا 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قد تكلم الإمام ابن تيمية على هذه الفتن، وبين في كتاب منهاج السنة وفي العقيدة الواسطية أن أكثر المروي لا يصح، وذكر ذلك أيضا مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام، قال قد طالعت ما شاء الله من الدواوين التي دونت ما بين كبير وصغير، ورأيت أكثر المروي لا يصح عنه. وبين الإمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وفي العقيدة الواسطية أن واجبنا الإمساك عما شجر بينهم، وهذه لم ينفرد بها ابن تيمية، بل على هذا اعتقاد أهل السنة، وهو الإمساك عن كل ما شجر بين الصحابة، لأن الخوض فيما شجر بينهم يوغر الصدور عليهم، ونحن مأمورون بحبهم والترضي عنهم وولائهم وعدم النيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. والخوض في هذه الفترة أقل ما فيه أنه يوقع شيئا في النفوس عند أغلب الناس. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
وهذا المروي عنهم ما بين ضعيف لا يصح، ثم ما صح منه أكثره زيد فيه وأنقص، ثم ما لم يزد فيه ولم ينقص فهو قليل. هم فيه مجتهدون، ما بين مصيبين لهم أجران أو مخطئين لهم أجر، وما قدر أنهم تعمدوا الخطأ فيه فهو قليل للغاية، ولهم حسنات عظيمات لو لم تكن منها إلا حسنة الصحبة في تكفير سيئاتهم، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كان الحال كذلك، فكيف يستطيل أحد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقصا أو ذما أو انتقادا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تكلم أئمة الإسلام عما جرى من خلاف بين علي ومعاوية، وأصح ما قيل ما نصره الإمام أبو العباس بن تيمية أن موقف علي كان أصوب من موقف معاوية، لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مخطئا من كل وجه، بل له النصيب الأكبر من الخطأ مع كون عنده شيء من الصواب، وعلي عنده أكثر الصواب مع كون عنده شيء من الخطأ، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من معاوية بالإجماع كما تقدم، ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل ملوك الإسلام بالإجماع، كما حكى الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل على ما تقدم من أن موقف علي أصوب مع وجود شيء من الخطأ عنده، وأن موقف معاوية كان أكثر خطأ مع وجود شيء من الصواب عنده، ما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تمرق مارقة على إثر خلاف من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولى، وهذه المارقة هم الخوارج والذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه. الوقفة الرابعة، وهي الوقفة مع الخوارج الذين تقدمت الإشارة إليهم. الخارجي كما ذكر ابن قدامة في المغني والزركشي وابن تيمية في مجموع الفتاوى، هو كل من كفر بكبيرة ولو واحدة بتأويل غير سائر، كل من كان كذلك فهو خارجي. قال الإمام أحمد: وقد روي الحديث عن الخوارج من 10 أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية: هذه 10 في صحيح مسلم، وثلاثة منها أخرجها البخاري أيضا، بل ذكر ابن حزم وابن تيمية وابن القيم أنه لم يصح حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من طائفة إلا من الخوارج. هذا يدل على خطورة هؤلاء الخوارج. وكان مبدأ خروج هؤلاء الخوارج ما تقدم ذكره من أن عليا ومعاوية لما تراضيا بالتحكيم خرج هؤلاء الخوارج وقالوا لعلي: إنك كفرت لأنك حكمت الرجال، وأخذوا يرددون قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويرددون قوله تعالى: إن الحكم إلا لله لا إله إلا الله. من ذاك اليوم والخوارج يرددون هذه الآيات على فهمهم الباطل، مستغلينها في تكفير المسلمين إلى اليوم، وأنت تراهم يرددون هذه الآيات ويرددون تكفير حكام المسلمين بما يسمى بالحاكمية، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. وقد بيّن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية كشرب الخمر وكالزنا، من فعلها فهو آثم، لكنه لا يكفر بمجرد فعلها إلا إذا وقع في اعتقاد كفري كالاستحلال. بل ذكر شيخنا ابن باز أنه لم يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله إلا الخوارج، وأن أهل السنة على خلاف ذلك، بل وأفاد في المجلد 28 من فتاواه أن قول شيخه محمد إبراهيم كقول بقية أهل السنة أنه لا يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله حتى يقع الحاكم بغير ما أنزل الله في اعتقاد كفري كالاستحلال. والكلام على هذه المسألة يطول، لكن يكفيك أن تعلم أن هذا قول شيخنا ابن باز، وأن هذا قول شيخنا محمد بن صالح عثيمين
وأن هذا قول الإمام الألباني فهو قول أئمة العصر الثلاثة رحمهم الله تعالى، بل عز بن باز القول المخالف لهذا إلى الخوارج عافاني الله وإياكم. فانبرى ابن عباس وذهب إلى الخوارج وناظرهم في مناظرة مشهودة، حجهم بأدلة الكتاب والسنة وبين بطلان قولهم، وكان مما قال: كيف تكفرون بالحكم والله تعالى يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ فانظروا كيف أن الله دعانا أن نحكم الرجال، بل قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، إلى آخر ما جرى من ابن عباس مع هؤلاء الخوارج. وكان من أولئك الخوارج رجل اسمه عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. هذا الرجل هو الذي قتل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أفضل أهل زمانه يوم ذاك. عبد الرحمن ابن ملجم المرادي قد كان في أول أمره يشاد به، بل إن عمر رضي الله عنه زكاه وأثنى عليه، ولما أرسله إلى مصر طلب من عمرو بن العاص أن يجعل بيت ابن ملجم قريبا للمسجد حتى يعلم الناس القرآن، وأثنى عليه عمرو بن العاص وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك ابن حجر في كتابه لسان الميزان والذهبي في سير أعلام النبلاء. انظروا يا إخواني كيف أثنوا عليه في القرآن وفي تعليم الناس القرآن، لكنه كان جاهلا، وإن كان يحفظ من القرآن ما يحفظ. ولما كان جاهلا أصيب بالغلو، وهذا الغلو أداه إلى تكفير علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قام بما قام به من فعلته الشنيعة من قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما أرادوا قتله قال: لا تقطعوا لساني، دعوه آخر ما تقطعوه حتى أستمر في ذكر الله. فقطعوا يديه ورجليه وسنموا عينيه وهو مستمر في ذكر الله، إلى أن قطعوا لسانه ومات، ثم قتلوه فمات. هذا انظر إلى عبادته. إذا نظرت إلى عبادته والإقباله على تعليم الناس القرآن عرفت أنه لا يصح أن يخدع بكل من كان كذلك، وهو مثال عملي لمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي وغيره: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته للقرآن عند قراءته. الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لمن؟ لأبي بكر وعمر وبقية الصحابة، يقول: يا أبا بكر، يا عمر، يا صحابتي، إنكم تحقرون صلاتكم وصيامكم وقراءتكم للقرآن عند صلاتي وصيامي وقراءتي هؤلاء الخوارج. ومع ذلك النتيجة هم كلاب النار. أسأل الله أن يعافيني، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ثم إن للخوارج صفات، منها أنهم قصيروا النظرة، يبني أحدهم قصرا فيهدم قصرا، لا يفرق بين النظرة الكلية والنظرة الجزئية، بل إنهم لم يقتصروا في التكفير على الكبائر بل كفروا بالحسنات، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أدلة ذلك تكفيرهم لعلي لأنه وافق للصلح مع معاوية، وهذه حسنة، لكن هذه هي طريقة الخوارج، يكفرون بالحسنات. وما أشبه الليلة بالبارحة، في هذه السنين طالعنا هؤلاء الخوارج وكفروا دول العالم الإسلامي، ومنها دولة التوحيد والسنة الدولة السعودية، كفروها بالانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. ما هيئة الأمم المتحدة؟ خلاصة الكلام عليها أنها هيئة أوجدها هؤلاء الكفار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لما رأوا أن الحروب لا يستفيد منها لا الغالب ولا المغلوب، وضعوا أنظمة يريدون من ورائها إيقاف هذه الحروب. وقد كانت الدولة السعودية دعيت في عهد الملك عبد العزيز للانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة، فرفض الملك عبد العزيز، لأن عصبة الأمم المتحدة يوجد بها نظام الانتداب المسمى بنظام الاستعمار، فرفض الإمام المصلح المجدد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقال: لا ننضم إلى عصبة الأمم المتحدة حتى يلغى هذا النظام. وفعلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ألغى هؤلاء الكفار هذا النظام وسموها بهيئة الأمم المتحدة، فانضمت السعودية في وقت الملك عبد العزيز وصارت إحدى الدول الخمسين المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة. وكان الملك عبد العزيز أرسل ابنه
الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان ألقى كلمة وقال: صحيح أن هيئة الأمم المتحدة لن تحقق كل ما تريده الدول الضعيفة، لكنها أحسن ما يمكن أن يستفاد منه. فدخول هذه الدول الضعيفة لهذه الأمم المتحدة ينفعها في إيقاف الحروب التي لو أقيمت لكانوا أكثر خسارة بضعفهم. المقصود انضمت الدولة السعودية إلى هيئة الأمم المتحدة لحقن الدماء، لأنه لا قبل لهذه الدولة في مواجهة دول الكفر. سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجلة الدعوة عن حكم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، فأفتى بأنه جائز وأنها كصلح الحديبية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لأجل إيقاف الحرب كتب صلحا، وكان من مواثيق هذا الصلح أنه إذا جاء الرجل مسلما فإنه يرد إلى الكفار، وفعلا فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أبا جندل وأبا بصير إلى الكفار. ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة الصغرى لدرء مفسدة أكبر، لكن الخوارج لا يعقلون هذه الأمور لقصر نظرهم. فالمقصود أن شيخنا ابن عثيمين قال الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة هي مجموعة مواثيق بين هذه الدول، مثل صلح الحديبية الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفار. فانظروا إلى علم العلماء كيف جوزوا هذه الأمور وجعلوها حسنة، وهؤلاء الخوارج يأبون إلا أن يكفروا دول العالم الإسلامي بهذه الحسنة التي يحقن بها دماء المسلمين. ثم مما ينبغي أن يعلم أنه لا يصح الاغترار بتزكية أهل العلم الموثوقين لرجل أظهر لهم الحسن وواقعه خلاف ذلك، أو أنه تغير بعد وفاتهم. فانظر إلى عمر كيف أنه زكى ابن ملجم، ومع ذلك هو خارجي كلب من كلاب النار. فلم يقل أحد لا تتكلموا في ابن ملجم، فقد زكاه عمر، فإن تزكية العالم السني السلفي مقبولة، هذا هو الأصل فيها، ما لم تعلم أنت عن الرجل خلاف ما يظهر لهم أو أن تكون حاله قد تغيرت. فإذا تغيرت العبرة بواقع الحال لا بالتزكية التي كانت. ثم مما ينبغي أن يعلم في هذا أن كثيرا من أهل الجهل ومن أهل السوء من يتمسك بقول علي في الخوارج إخواننا بغوا علينا، فيقول انظروا إلى علي يسمي الخوارج إخوانا له مع كونهم مبتدعة وضلالا، فيقال رويدا رويدا إن كلام علي رضي الله عنه ليس في الخوارج وإنما في معاوية ومن معه. أما الخوارج فقد شدد فيهم القول رضي الله عنه وأرضاه. ومن الفوائد العظيمة في فعل علي مع الخوارج ما ذكره ابن هبيرة، وهو أن علي ترك قتال الكفار على الحدود واشتغل بقتال الخوارج. قال ابن هبيرة: وفي هذا أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وصدق رحمه الله تعالى. وينبغي للداعية السني السلفي أن يرعى هذا الأمر، وأن لا يغتر بكل من يدعوه إلى إلقاء درس أو موعظة من أهل البدع وأهل التحزب، فإنك قد تكون إذا ذهبت إليهم بقصد كسبهم قد تكون أضعفت رأس المال بأن يغتروا بهؤلاء. فلا بد أن تنظر في الأمر وأن تتمعن فيه وأن تقدم حفظ رأس المال على الأرباح.